مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم دوار الكنيست. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المرشحة في المعسكر الديمقراطي سيدة زينب أبو سويد. معسكر ديمقراطي مش غريب شوي زينب؟ الترجمة باللغة العربية شوي فيها يعني شوي فيها تحفظ كمان من طرفنا، عم نحاول ندور على بتكون مش كلمة معسكر يعني؟ لا ما بدنا كلمة ليه؟ معسكر ليه؟ ولكن هي باللغة العبرية المحنة هو كلمة كثير متعارف عليها مقبولة جدا في اللغة العربية. عم نفكر أو في أنه اتحاد ديمقراطي أو في أنه تجمهر ديمقراطي، مش عارفين بعدنا. بس الانتخابات بكرة ما هي صح. صح، ولكن حاليا اتفقنا على أنه ما نخرج عن الناس والمعسكر هو عن مبسوطين مبسوطين عليه مش مبسوطين ولكن هي الشر بأقله يعني. طيب من هي زينب أبو سويد؟ خلينا برضو نعلم المشاهدين الكرام في زينب. أنا زينب أبو سويد من قرية الكعبية في الشمال، قرية عربية بدوية في شمال البلاد. أنا أم لصالح حدوده، عمري 36 عام. الجليل الجليل في الجليل الغالي. أنا خرجت لقب أول في اللغة العربية والتربية، خرجت لقب ثاني في إدارة جماهيرية. على مدار سنوات اشتغلت في المكاتب الحكومية في كل موضوع تطوير مشاريع تطوعية للشباب العربي في البلاد. أنا فعالة ناشطة اجتماعية في المنطقة تبعتنا في منطقة الشمال في كل موضوع تمكين مجموعات مستضعفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، نساء، وأيضا ناشطة في كل موضوع تقريب والحياة المشتركة العربية اليهودية في مرج بن عامر، في منطقة مرج بن عامر. أنا اليوم عضوة في المجلس المحلي في الكعبية طباش حجاجرة. نذكر أنه أول امرأة بدوية تشغل هذا المنصب. صح، أول امرأة في مجلسه. أول امرأة في قرى في القرى البدوية كمان في الشمال وكمان في الجنوب. من آمن أنه هي كانت خطوة لابد منها أنه حدا. كيف أجدك هاي الفكرة أنه تترشح إلى عضوية المجلس؟ أنا ناشطة اجتماعية ما يقارب العشر سنوات. النشاط الاجتماعي هو فعاليات يعني جدا مهمة جدا مهمة داخل مجتمعاتنا وداخل قرانا العربية. ولكن شفت انه النضال. نشأت في بيت سياسي؟ لا، ولكن اكتسبتيها يعني لانه النضال الاجتماعي لحاله ما بطعم خبز، ولحاله انا شفت انه انا موجوده في المعارضه في المحل الجماهير المحلي، بدل ما اكون حدا اللي هو يعني ينعطى ايده لإله او حدا يقدر فعاليات الاجتماعية عشان المجتمع، فلقيت حالي موجودة زي في المعارضة تبعت السلطات المحلية. بتلاقي تأييد من المجتمع اللي انت عايش فيه فرضا. أنا لما فكرنا في الاشي حكينا انه احنا بدنا نفوت على المجلس المحلي على اساس انه من هناك نكون على طاولة اتخاذ القرارات، من هناك اسهل لنا من كمل نشاطنا الاجتماعي بالبرا خارجي، ولكن من جوا نكون داخل السلطات المحلية ومنأثر. في البداية مش كثير ناس يعني العيلة عارضت. العيلة على البداية هن عارفين كل الفعاليات الاجتماعية وهن كانوا يعني مع انه شايفين انه اشي في اللي البيت أنا عندك في البيت. طبعا زوجك عارض؟ انا غير متزوجة بس اولادي انا منفصلة. اولادي اللي يعني شجعوا الاشي من البداية، اهلي ابوي حكالي من البداية يعني كان كثير مهم لي اخذ مباركة الاهل الوال يعني ابوي وامي وكمان اخوتي. أبوي حكالي من البداية أنه في عندك أول صوت لإلك مضمون. أمي بالمرة حكت لي أنه ليش لعضوية، ليش مش لرئاسة يعني. فهنا وإخوتي كمان النساء في الكعبية كيف تقبلوا؟ في كثير تقبلوا، مش بس من النساء، في كثير تقبل كمان من الرجال، من الشباب، من الختائرة. يعني هذا الإشي إحنا أصلاً الفكرة ما كانت فكرة أنه تقليدية. لما جينا نزلنا على الانتخابات في المجلس حكينا إحنا ما نجيب صوت غير. أنا خريجة عدة برامج قيادة في موضوع في السياسة. في نقاشات حادة بتصير في المجلس؟ لا بينك وما بينك. لحظة قبل هيك. أنت قلت لك معارضة في المجلس. لا أنا كنت لما كنت خارج المجلس كنت زي كأنه يعني في دائما من السلطات المحلية. حواجز معينة. يعني. في حواجز وفي زي تخوف، زي في تهديد، شعور في التهديد من الناس اللي هن فعالين اجتماعيا نشطاء اجتماعيا. يعني السلطات المحلية لازم تبلش تتعلم كيف تتقبل النشطاء الاجتماعيين في الخارج. ولكن بس على موضوع المجلس المحلي. لما احنا جينا حكينا بدنا نجيب حوار غير، بدنا نجيب روح جديده لايش يعني عضو مجلس. فاحنا حكينا مش راح نيجي عن طريق الحمائليه، مش راح نمثل. انا اليوم زينب ابو سويد انا ما بمثل عيلتي، انا بمثل كل الشبيبه في البلد، كل الشباب في البلد، كل النساء في البلد، كل حدا يتطلع لنمط غير بديل سياسي اللي هو ما بيشبه الشيء التقليدي. فعملنا شكلنا قائمه اللي هي فيها شباب ونساء لاول مره في الحياه، فيها شباب وصبايا من كل يعني من كل الثلاث بلدات، كعبية طباش حجاجرة
وفيها من كل العمائل والعائلات. تجاوب من كبار الشباب والفتيات. طبعاً. حلو. يعني مش مفهوم ضمناً بالمرة إنه في شباب وفي صبايا اللي هن مش تبعين لإلي حمائلياً وهن بدعموا. يعني أنت عادلك تقريباً حوالي 9 أشهر أو 10 أشهر في المجلس. إحنا من أكتوبر. إحنا من أكتوبر 2008. طيب إحنا هاي بالنسبة للمجلس السياسي المحلي. خلينا نطلع على السياسة القطرية. من اختار زينب أبو سويد في المعسكر؟ كان في يعني اللي اختارك؟ كان في توجه. أنا اليوم موجودة في المحل الرابع مع التنعالي روكا مع الحركة الخضراء مع استاف شفير بقيادة استاف شفير. استاف شفير هي أحد الشخصيات الرائعة اللي أنا كثير بحترمها وكثير بقدر نضالها داخل البرلمان الإسرائيلي. هي بالنسبة لي قدوة لنجاعة الممثلين والنواب داخل البرلمان الإسرائيلي. فأنا عن طريق أنا موجودة في المكان الرابع. عن طريق استاف شفير. طبعا عن طريق استاف شفير. ولكن مش براك ولا ميريتس ولا لا مش عن طريق. ولكن هي كانت في حزب العمل. أنت صح. لا ولكن لحظة شوي بس عشان التوضيح. أنا في البداية توجهوا لي كمان من إسرائيل ديمقراطية من عن طريق حزب إيهود براك. واقترحوا علي عدة محلات والآخر المحلات كانت كثير متأخرة بعد الائتلاف. يعني اقترحوا علي محل السادس وبعدين بعد الائتلاف فصار محل 20 هيك. فحكيت لهم أنه أنا كمان يعني زي ممثلة عن مجتمع كامل وراي ومحل 20 هو يعني شوي إذا بدي أجيب بشارة لمجتمعي المحلي كمان يعني بدي كمان شوي أجيب إشي اللي هو فيه نوع من الرياليوت يعني. شوي هيك ما كملنا المشوار وبعدين اجى اقتراح استاف شفير يعني للمحل السادس عشر في ضمن يعني ترتيبها. خلينا نقول المحادثة الأولى كانت من استاف شفير. كانت مع يفعت بيتون اللي هي مع إيهود براك وكثير هيك اندمجنا في كل موضوع النشاط الاجتماعي وكثير حبينا بعض. يعني أنا كمان يفعت بيتون بروفيسور. يفعت بيتون هي أحد الشخصيات اللي كمان كامرأة يعني مناضلة في كل موضوع الحقوق وفي كل موضوع الأكاديمية في الحقوق. أنا كثير يعني بقدرها. من هناك بلش الألفة يعني وهيك. وبالآخر هي اقترحت على استاف شفير أنه تلتقي معي وجزء يكون في. طيب هاي الثلاثي خلينا نقول ميرتس البراك واستاف شفير شو خلينا نقول شو المشترك بينهم؟ أول إشي المشترك أنه لكل الثلاثة في عندهم رؤية في أنه تكون كتلة يسار موحدة بين كل الأحزاب اللي هي بتفكر في نفس الإطار وفي نفس الاتجاه. وهن هدفهن واحد أنه يتشكل يسار إسرائيلي قوي شجاع ما بيخاف بأنه يحكي كلمته حتى في توجهه للمجتمع العربي. ما بي يعني خط واضح بدون تخوفات. كل الاتحاد من الثلاث أحزاب هن خط واضح بالنسبة للمجتمع العربي بكل موضوع القضايا تبعت عرب إسرائيل الداخل اللي ولا حد لحديت اليوم قدر أنه يعالج حتى يعني قضية العنف والجريمة. ولا واحد لا حديث اليوم ولا حدا حتى الأحزاب العربية ما قدرت أنها تعالج مشكلة الجريمة اللي هي آفة المجتمع. أنتوا في الأيام كثرت خلينا نقول آفة العنف في الوسط العربي. صح. في آخر أيام هل أنتوا كان في لكم جلسة طبعا معسكر طبعاً. ديمقراطي وحكيتوا عن الموضوع. الموضوع هذا في سلم أولوياتنا. يعني إحنا حكينا ما بدنا نتبعثر في كل مواضيع قضايا المجتمع العربي. موضوع العنف والجريمة هو رقم واحد يعني في كل المواضيع اللي احنا بدنا يعني الحديث بينكم عن الحديث في كل يوم عم يدور. امبارح كانت في جلسة اللي هو موضوع العنف تناقش بطريقة يعني في رأس سلم الأولويات وعم تنبنى خطة عمل كمان فعلية عملية لبكرة ايش بدنا نعمل وخطة عمل اللي هي للمدى البعيد كيف نقدر نواجه العنف والجريمة في المجتمع العربي وكل موضوع السلاح وكل موضوع هاي زائد كل موضوع قانون القومية اللي الاتحاد تبع المعسكر الديمقراطي مش عم يخجل انه يحكي انه احنا ما بدنا نضبطه لحوك اللئوم لقانون القومية. احنا بدنا نلغيه الغاء تام لقانون القومية. وهذا الاشي بيمثل كل الثلاث احزاب الغاء تام لقانون القومية بالإضافة لسن قانون المساواة اللي هو يحل محله واللي هو ينصف العرب ويجيب لهم مش بس مساواة إنما عدالة اجتماعية في كل المواضيع اللي هن فيه عندهم فقر وتهميش على مدار سنوات. طيب شو قوتك زينب؟ قوتك خلينا نقول منين بدك تجيبي لهم الأصوات؟ من الوسط العربي يعني؟ من المجتمع العربي. أنا بفكر إنه أنا بمثل جيل جديد اللي هو يئس اللي هو تعب اللي هو أوكي.
اللي هو تعب من كل التصريحات وكل الوعود اللي صرنا سنوات نسمعها. أنا مبارح كمان حكيت في مقابلة أخرى أنه أنا بمثل جيل اللي هو ما في عنده بيت سياسي على مدار سنوات، اللي بيمثله اللي بيمثل قضايا واللي هو ما يعني فقد الأمل منه. في جيل كامل اللي هو اليوم ما عاد في خيبة أمل كثير كبيرة من الأحزاب العربية. تنسيش إنه برضو المجتمع العربي واليوم الشاب العربي على فكرة ما بتهمه الكنيسة هالقد، ما بتهمه لأنه في عنده فقدان أمل وفي خيبة أمل كثير جدية. في لا مبالاة. صح. صح. في عدم اكتراث. صح. في عدم اكتراث لأنه إحنا منشوف إنه باللحظة اللي في السلطات المحلية وانتخابات السلطات المحلية منشوف في كثير تكاتف، في كثير في كثير التزام وفي كثير اندماج مع العالي جدا جدا جدا. عائلي. عائلي وكمان عالي جدا جدا جدا، لانه بيشوفوا انه في الحكم المحلي في شيء اللي هو خاصه فيه، في شيء اللي هو بتعلق في حياتي انا، يعني بيصيب الفرد الصغير. والكنيسة ما بتهمنا لانه احنا عم نشوف انه في فجوه بين النواب اللي موجودين المفروض انهم يمثلونا في البرلمان الاسرائيلي لبين الشعب، في فجوه كبيره، ومش بس في المجتمع العربي كمان في الاقليات داخل المجتمع العربي. عم نحكي عن فلنفرض المجتمع الأقلية العربية البدوية في شمال البلاد، عم نحكي على أنه ولا مرة تمثلت داخل الكنيسة البرلمان الإسرائيلي القائمة العربية والأحزاب العربية بحياتها، ما فاتت ولا بلدة بدوية سمعت شو قضاياها، سمعت الناس، قابلت الناس. عم بحكي عن قرى بدوية اللي ولا مرة شافوا الأعضاء الكنيسة النواب العرب ولا مرة شافوهن. هذا اتهام كبير، إنه يعني أنت بتتهم إنه النواب العرب ولا مرة كانوا في القرى البدوية ولا في مرة كانوا. مش بس هيك، أهملوا إهمال ما بدي أحكي لك يعني مو يعني مباشر، ولكن أهملوا أنا بدي أوصفها بأنه ما بعرف يعني مش بنية الهاي، ولكن إهمال جميع الأحزاب نحكي بدون استثناء. جميع الأحزاب في أغلب البلدات البدوية ولا مرة فاتوا. أنا بحياتي ما شفت على بلدي، إذا بدي أخذ مثال على بلدي، بحياته ما فات نائب عربي والتقى مع الشعب أو سألهم شو مشاكلكم شو قضاياكم شو التحديات تبعتكم. بالعكس، حتى في نوع من الاستعلاء على الأقلية العربية البدوية في شمال البلاد، واللي هن حتى في مرات مزاودة وطنية، في مرات جزء ممكن لأنه برضو في قسم كبير برضو إنه بيخدموا في الجيش. صح. ما بعرف، ولكن هذا ما بيحكي انه انت ما بتمثلني، هذا ما بيحكي انه انا بطلت عربيه، انه مجرد انه في شباب اللي هن اخذوا خط سياسي مغاير وخطهم السياسي يعني ضد الخدمه لا العسكريه والخدمه المدنيه كمان. طيب بس انت عارف انه في لحديت 70% نسبه تصويت للمشتركه وللاحزاب العربيه في كل البلدات البدويه عم يختاروهن. لما أنا عم بختارك أنت مفروض تمثلني، لما أنا عم بصوت لك يوم الانتخابات وأنت شايف حسب يعني رغم النسبة العالية اللي ذكرتها اللي 70% من القرى البدوية المواطنين المنتخبين بصوتوا للأحزاب العربية أو للمشتركة خلينا نقول وما بدخلوا هاي القرى، ما بدخلوا لأنه متعمد حسب رأيي. أنا حسب رأيي متعمد، وأنا حسب رأيي في استعلاء وفي هجوم بعد مرات مخفي وبعد مرات معلن، في إهمال وتهميش لهي الأقليات. أنا كثير يعني كثير الإشي مخيب للأمال، لأني عم بشوف كثير يعني أنا عم بسأل مثلا المواطنين العرب البدو في داخل البلدات، طب ما أنت مش شايف بحياتك ما شفت نائب، في المقابل عم نشوف نواب يهود عم يجوا على بلدنا وعم يسألوا وعم يهتموا وبدهن يحلوا وبيساعدوا. شايف حالك أنت لحظة شوي عم بسأل أنه ليش عم بتصوت بكل الأحوال أنه لما أنت شايف أنه التمثيل تبعك اللي أنت بتصوت له هو مش عم يعني يجاوب على قضاياك، فإنه يعني ظلها النزعة العربية الانتماء الحمائلي. أنت البديل؟ أنت البديل؟ أنا حسب رأيي أنا البديل. أنا عم أجيب صوت قوي لشباب عرب اللي هو بيشوف بالشراكة العربية اليهودية مش بس فرصة، إنما يعني إيش اللي بيحتم علينا في هاي البلاد. لا يعني لا يوجد حل غير الشراكة العربية اليهودية. الأحزاب العربية اللي هي في خالصها هي بس عربية، أنا مش كثير مقتنعة فيها. أنا عم بقتنع، أنا كمان فعالة سنوات على مدار سنوات في كل الشراكة العربية، وأنا بشوف أنها هي اللي عم تتفهم وهي اللي عم رح تجيب البشارة. بعيد عن الانتخابات، كيف بتشوف تجنيد الشاب البدوي وهو غير إلزامي لإله في الجيش؟ صح أو غلط؟ مش أنه صح أو غلط، أنا مع حرية الاختيار. أنا ما بدي ولا حدا يقرر للشاب العربي إيش يعمل في حياته. كمان في كل موضوع الخدمة المدنية الوطنية اليوم تغير الموضوع اسمها تسميتها لهيت ندوتي كيهلاتيت، لا تطوع جماهيري. أنا هذا المشروع أنا يعني بنصح كل حدا أنه يعمله، لأنه أنا يعني كنت كثير قريبة من هذا الموضوع على مدار سنوات اشتغلت فيه وشفت إيش
النجاعة اللي عم يتنعطى اللي عم يعني يمروا فيها الشباب العربي، بالمقابل المجتمع القيادات العربية اللي اعترضت على المشروع ما كانت ولا مرة تعرف تجيب البديل لإلها، فأنا بنصح به. وبالنسبة للخدمة العسكرية أنا مع حرية الاختيار، ممنوع ولا أي حدا يزاود على وطنية شاب في أنه عم إيش اختياراته، ممنوع حدا يتدخل فيه. أنتوا عليكم تعملوا إذا بدكم تنصحوا وإذا بدكم يعني تجيبوا مش عارفة بديل ثاني، ولكن أنا مع حرية الاختيار في كل هذا. حكيتي مع عضو الكنيسة عيسى وفريج على ليه بتدخلوش الكرة البدوية؟ بس هو بدخل الوحيد اللي يدخل بفضل الطريق تبعه وبفضل الطريق تبع ميرتس. عيساوي فريج هو زميل وأخ رائع، بس عيساوي فريج يعني للأسف الشديد ما يعني أنا لما بحكي عن النواب العرب والأحزاب العربية أنا ما بقصد عيساوي فريج وميرتس. ميرتس في إلها يعني في إلها باع طويل في مساعدة المجتمع العربي وفي يعني تمثيل قضايا المجتمع العربي بطريقة. طيب زينب، اقنعي المواطن هلأ المشاهد العربي التصويت لبراك، كيف بدك المواطن العربي رغم خليني بدرجك لسنة الألفين، الجرح تبع سنة الألفين لهبة الأقصى بعده مفتوح، كيف بدك تقنع المواطن العربي يصوت لبراك؟ إحنا هون عم نتحدث على شراكة بين ثلاث أحزاب، أنا بدي أقنع المجتمع العربي إنهم يصوتوا للمعسكر الديمقراطي مش لبراك. أنا موجودة في ضمن الحركة الخضراء، هو عنصر مهم، هو واحد من الثلاث قادة الموجودين، نيتسان هوربتس من ميرت، ستاف شفير من الحركة الخضراء، وإيهود براك من إسرائيل الديمقراطية. إحنا بنحكي إنه هذا المعسكر عم يجيب البشارة للمجتمع العربي، هو عم يطرح حلول لقضايا المجتمع العربي، العرب الداخل اللي هن ولا مرة يعني الأحزاب العربية هالقد بدها تثبت وطنيتها بأنها هي عم تدور على حلول خارجية واللي هي لا تعنى في قضايا عرب إسرائيل. واليوم صار في نوع من التعب، يعني المواطن العربي بده حدا اللي هو يعالج قضاياه، في أنه الشاب العربي اللي هو مش عارف وين يسكن، الصبية العربية اللي هي خلصت بامتياز وبتفوق اللقب الأول الخاص فيها وما في شغل اللي هو مناسب لإيش قدراتها ولإيش مؤهلاتها. عم نحكي على رب بيت اللي هو يعني اللي هو في المعاش الوحيد اللي هو بيجيبه على البيت وهو ما بيقدر يكمل الشهر. عم نحكي على برنامج عمل لكل موضوع حل العنف والجريمة اللي هو آفة المجتمع العربي على كل طبعا المسكن، بس بموضوع العنف والجريمة عم نحكي على أكثر من 59% من المجتمع العربي حسب الأبحاث لا يشعروا بالأمان داخل قراهم العربية ولا في أي مكان في البلاد. في المقابل عم نحكي على نسبة بسيطة، أقل من 20% من المجتمع اليهودي لا يشعر في هذا الشعور في الأمان الشخصي، يعني بيتحون إشي. عم نحكي على حلول جذرية للمدى البعيد وللمدى القريب على كل موضوع غلاء المعيشة، على كل موضوع قانون القومية اللي كل المعسكر هدم البيوت لكل في أجندة، خلينا نقول على كل موضوع وجود حلول كمان لكل موضوع القرى الغير معترف فيها في النقب وإيجاد حلول فعلية وآنية لكيف منعالج قضايا النقب، على كل موضوع المساواة، على كل موضوع تقليص الفجوات، على كل موضوع حل دولتين للشعبين. مواضيع أنت بتطرحي لي هنا مواضيع اللي هي خلينا نقول برضو من عشرات السنوات وعدوا فيها. مين وعد فيها؟ ما بعرف لا صح. حكومات صح. ولا وزراء صح. ولا أعضاء كنيسة إن كان عرب أو يهود صح. لك حلول لإلها؟ لا بس إحنا عن نح يعني هاي النقبة اللي أنت بتحكي لي فيها أنا بسمعها عدل سنين صح، بس إحنا شفنا إنه كل الأحزاب اللي وعدت فيها ما عملت ولا إشي فيها. أحد تركيبات المعسكر الديمقراطي اللي هو ميرتس اللي هو الحزب اللي بيمثل اليسار الإسرائيلي كان أثبت مصداقيته في كل ما يتعلق في قضايا المجتمع العربي وجاب نوع البشارة. اليوم المعسكر الديمقراطي كلاتهم يحكوا في نفس الاتجاه وهن ولا حدا في عنده الجرأة انه يحكيها. اليوم عم نحكي عن شراكة عربية اللي هي فخورين فيها في المعسكر الديمقراطي، عم نحكي شراكة يهودية عربية، شراكة يهودية عربية اللي في جرأة انها تنحكى بدون تراجع، بدون ذبذبة في الصوت لما تنحكى. عم نحكي على في عندنا الأخ عيساوي فريج موجود في العشرة الأوائل، في أنا موجودة في العشرة الثانية، أنا والسيد علي صلالحة من بيت جان، في كمان شاب من الزرازير قيس مزاريب اللي هو كمان موجود في العشرة الثالثة. يعني عم نشوف إنه هاي مدة الإيد للمجتمع العربي، هاي مدة إيد اللي هي ولا مرة كانت. سألتني عن براك، أنا ما بدي أحكي باسم إيهود براك، ولكن أنا عم بحكي أنه على الرغم من كل الأحداث المؤسفة بصراحة زينب
خليني أحط لك إياها على في البنط العريض يعني. إيهود براك اليوم شخص غير مرغوب فيه في المجتمع العربي، ولكن على الرغم من ذلك في يعني أنا في محادثاتي مع الناس في كثير احترام لإله بمحلات معينة، مش احترام، في كثير ثقة، ناس حاطين ثقة فيه، ثقة إنه هو بين الشخصيات الوحيدة داخل المجتمع اليهودي اللي هي تقدر تجيب البشارة، واللي هو يقدر يحل مشاكل العنف بسبب التاريخ تبعه. إحنا بنحكي إنه الأحداث اللي صارت في حرب أكتوبر هي أحداث مؤسفة، أحداث ما كان لازم تصير، أحداث اللي هي بتوجع وكنا عم نتوجع منها لحديت اليوم. ولكن بالمقابل أنا ما بدي أحكي باسم إيهود براك، ولكن هو الوحيد اللي تأسف، هو الوحيد. أنا بعرف كمان من قريب إنه هو كان بده يوصل لعند العائلات اللي صار معهن الحادث، كان بده يتنزل بشكل يتأسف بشكل شخصي ويعتذر بشكل شخصي، ولكن كان في اعتراض من قبل العائلات. هو الوحيد اللي عم بمد إيديه وفي عنده نية إنه يضبط وإنه إحنا نمرق هاي الفترة مع تقليص فجوات ومع يعني زي قديش أكثر إنه نحدد الأذى اللي ما يستمر للسنين الجاية. زينب أكيد أنت مواكبة العمل النسوي، عمل خلينا نقول المرأة العربية داخل الكنيسة. هناك مثل المجتمع العربي في عدد خلينا نقول قليل جدا من حسنية جبارة اللي هي أول امرأة عربية تدخل في الكنيسة، مرورا في عايدة توما، حنين زعبي. كيف أنت بتقيمي هبة يزبك اليوم؟ كيف بتشوفي عمل المرأة العربية في الكنيسة؟ في العمل البرلماني مثلا. أنا أحكي أنه التمثيل هذا، الشخصيات اللي ذكرتهن أغلبهن هن شخصيات كانت بارزة، وهي حسنت وطورت من تمثيل النساء في قسم اللي هن عملوا على العكس أذى للمجتمع العربي، قسم منهن، قسم صغير منهن أذى عملوا أذى لكل موضوع صورة المجتمع العربي. يعني أنا ما بدي أهاجم هون أشخاص، ولكن في مثل إحدى الشخصيات اللي أنت ذكرتها اللي هي عملت أذى لكل موضوع الشراكة العربية وخربت رجعتنا سنين لورا. اليوم لما في ناس يسمعوا مين؟ عن مين لما في ناس يسمعوا زينب. عن زينب أبو سويد عربية طوالي بتذكروا حدا شخص ثاني. خلينا نسمي الولد باسمه، مين أنت اليوم سياسية لازم تكوني صريحة. أنا عم بحكي عن يعني مش بس أنا ما بدي أتهم ولا عنصر نسائي، هو مش بالأساس عنصر نسائي، هو أجندة معينة اللي مثلا بيجيبوها حزب مثل حزب التجمع اللي هن بدأ يعني هن اليوم هن السبب في إنه العلاقات العربية اليهودية في تدهور كل الوقت إلى الوراء. هن خربوا وشوهوا صورة المجتمع العربي في نظر، وهن عم يعني يحطوا حد لكل موضوع الشراكة وكل موضوع. تنسيش إنه هذا الحزب إنه له مؤيدين، عشرات الآلاف المؤيدين، ما بنقدر ننفيهم. صح أنا ما بنفيه، ولكن أنا بحكي إنه من وجهة نظري الأذى اللي ألحقوه في قضايا المجتمع العربي هو أذى يعني لا يغتفر، وهو أذى اللي إحنا اليوم أنا كزينب وإحنا اليوم كشباب عربي عم ندفع ثمنه في كل موضوع كيف صورة العلاقة في داخل البلاد بين العرب واليهود. يعني هم ما حاولوش، خلينا نقول انت بتشوفهم مش، وعلى فكرة ما شفنا وضعوا خلينا نقول الهوية الفلسطينية في الداخل، خلينا نقول في المجتمع العربي في الداخل على الخارطة مثلا. الهوية الفلسطينية موجودة على الخارطة، الهوية الفلسطينية ما في حدا يقدر يلغيها، ولكن أنا عم بحكي هون على القضايا اليومية، على العلاقات للناس، قضايا الشعب اللي هو موجود عرب إسرائيل هنا في البلاد، في قضايا اللي هي بتهمه، وهي القضايا مش موجودة على المحور تبع الحزب اللي أنا ذكرته. والفعاليات اللي هن بعملوها هي فعاليات اللي هي بتشوه الصورة تبعت المجتمع العربي، ما بتفيده وما بتحل قضايا، إنما هي صورة اللي هي بتخرب له. الحركات مثلا تحكيت عن التجمع، وشو مع باقي الأحزاب؟ أنا كمان يعني أنا كان أحد الأشخاص اللي في عندي خيبة أمل كثير شديدة. أنا اليوم بوجه الاتهام للأحزاب العربية في تشرذم المجتمع العربي في الداخل، يعني كمان هن لازم يأخذوا مسؤولية. اليوم نسبة التصويت في أعقاب التصرفاتهن السياسية، متأسفة تصرفاتهن السياسية وتعاملهن مع المجتمع العربي، أنا يعني بوجه الاتهام للأحزاب العربية في كيف هي تعاملت مع المجتمع العربي، في كيف هي يعني مأسست كل موضوع التمييز داخل الأقليات في المجتمع العربي. وأنا بوجه هذا الاتهام لإلهن يعني من محل كثير فيه خيبة أمل.
وأنا هذا مش الحديث الخاص فيا، أنا هذا حديث اللي أنا فيه. أنا بدي أرجعك ليهود براك. يهود براك إحنا بنشوف اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بنشوف إنه كل أفلامه وكل حكيه بس هجوم على بيبي نتنياهو، هجوم فقط هجوم. يعني همه الرئيس اليوم ليهود براك إسقاط بيبي نتنياهو فقط. يعني أنا ما سمعته برضو بيحكي برضو عن الوسط العربي، حكى بجوز مقطع أو مقطعين، ما حكى عن مثلا غلاء المعيشة، ما حكى عن 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 قصة الأزمات السكن اللي موجودة في الدولة أو عن البطالة اللي موجودة في الدولة. همه الوحيد إسقاط بيبي نتنياهو. هل أنت بتعتبري فعلا أنه يهود براك بده مصلحة الدولة يعني؟ أول إشي أنا يعني بعترض على إيش أنت حكيت. إيهود براك في كل الجلسات اللي إحنا منكون فيها وحتى في المقابلة الأخيرة اللي كانت معه على تلفزيون هلا تقدر تراجعها، وهو عم يحكي على كل المواضيع الاجتماعية والاقتصادية اللي المجتمع العربي بيعاني منها. هو كثير بده يعمل أشياء لعرب الداخل، يعني كثير بيعرف لأنه في حواليه طاقم اللي كثير يعني منشغل في قضايا المجتمع العربي. الروح تبعت قضايا المجتمع العربي موجودة في كل المعسكر الديمقراطي، وهي مواضيع اللي عم تنطرح، المشاكل الاجتماعية والاقتصادية عم تنطرح بشكل يومي وهو عم يتحدث لإلها. بالإضافة لهيك يعني في كمان في عنده مهمة اللي هي كثير صعبة، هو اليوم بيمثل اليسار الإسرائيلي، هو اليوم موجود في قيادة المعسكر الديمقراطي مع ستاف شافير ومع نيتسان هورفيتز، وهو في عنده كمان مهمة ثانية اللي هو بده يمثل الناس اللي هنا بدهن يجيبوا صوت مغاير للصوت الحكومة الحالية الموجودة اليوم، وهو في عنده مهمة أنهن يجيبوا بديل للحكومة المطروح اليوم. في أصوات جديدة قالت أنه إيهود براك خرب على ميرتس في الوسط العربي. في أصوات هيك، وفي أصوات كمان حكوا أنه كمان ميرتس خربت على إيهود براك. يعني ولا مرة رح نقدر نرضي كل الأطراف، ولا مرة يعني الكل بده يكون مبسوط، ولكن الاتحاد حول المواضيع المشتركة احنا بنسميها التوفي المشتاف الخير المشترك، هن اتحدوا حواليه، والقضايا العربية هي داخل الخير المشترك اللي هن كلياتهم اتحدوا عليه. هذا هو يجوز بين أحد المواضيع الوحيدة اللي هن كلياتهم ملتمين عليه في أنه النهج لازم يكون زينب واحد. آخر المشترك. سؤال، آخر سؤال بنعم أم بلا، زينب رايحة تدخل كنيسة؟ يعني أو لا، هو على يعني حسب الاستطلاعات، يعني حسب الأبحاث والاستطلاعات أنه يعني الاحتمال أنه هو ضئيل، ولكن ولا مرة بالسياسة تقدر تعرف شو بصير. وجود عساو فريج هو بالنسبة لنا هو محل آمن، إحنا نفتخر فيه وهو بيمثلنا بشكل جيد، ولكن إحنا عم نحكي على كل موضوع أنه اليوم زينب بتمثل جيل جديد، جيل اللي هو بده وجوه جديدة تشوف على الساحة السياسية. وحتى لو أنا ما فتت بكفي أنه هذا الأمل اللي إحنا عم نجيبه، وإحنا عم نشتغل لكمان المستقبل. زينب إحنا نشوفك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي لنا في هذه الحلقة من برنامج دوار الكنيسة. نشكر زينب أبو سويدة المعسكر الديمقراطي، على أمل لقاء بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. إلى اللقاء.